أرجو أن تفيدوني عن لباس المرأة الشرعي، وهل أوجب الشرع تغطية الوجه واليدين؟ وما مدى صحة الحديث المروي عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. نرجو الإفادة عن هذا، جزاكم الله خيرا. لباس المرأة هو ما يستر جميع بدنها سترا وافيا ويكون واسعا، هذا هو ستر المرأة، ولا يكون فيه زينة، يعني لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط: أولا أن يكون وافيا على جميع بدنها، وثانيا أن يكون واسعا بحيث لا يكون ضيقا يبين أحجام أعضائها، والثالث أن يكون ساترا لما وراءه ولا يكون شفافا، والرابع أن لا يكون فيه زينة تلفت الأنظار إليها إذا خرجت، وذلك لأن المرأة حورة وفتنة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالحجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالحجاب أيضا، من ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. دل هذا على وجوب ستر الوجه أيضا، وهذا فيه الإجابة عن سؤال السائلة: نعم، هل يجب على المرأة ستر وجهها؟ نعم، يجب عليها ستر وجهها بهذا الحديث ولقوله تعالى: أسألهن من وراء حجاب، والحجاب هو الساتر لها كلها عن الرجل الذي ليس من محارمها، وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار هو غطاء الرأس، أمر الله أن يضرب أي أن يسدل على النحر وهو الحلق، ويلزم من ذلك أن يمر على الوجه وأن يغطي الوجه. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قد جاء في التفسير أن معنى ذلك أن تضفي طرف الجلال الذي يكون عليها، أن تضفيه على وجهها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هذا وعيد شديد بحق النساء اللاتي لا يتسترن وإنما يلبسن لباسا خادعا، صورته صورة اللباس الساتر، وهو في حقيقته لا يستر، كونه شفافا أو لكونه قصيرا تبدو منه بعض أعضائها، أو لكونه ثوب زينة يفتن الرجال بها. أما حديث أسماء أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل للمرأة أن تبدي من جسدها شيئا إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا استدل به من يرون إباحة كشف الوجه للمرأة عند الرجال وكشف الكفين، ولكن هذا الحديث مردود من عدة أمور: أولا أنه حديث ضعيف، وثانيا أنه حديث منقطع لأن بين عائشة وبين راويه راو لم يذكر فهو منقطع، وثالثا أنه منكر، أنه لا يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين، لا يليق بامرأة من بيت أبي بكر الصديق وأخت أم المؤمنين أن تدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي ذكرت في الحديث. هذا بعيد كل البعد مما يدل على أنه غير صحيح. فبمجمل هذه الطعون في هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، إلى جانب أنه معارض للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي هي أصح منه. فلو فرض أنه صحيح، إذا عارض ما هو أصح منه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يجوز العمل به، كيف وهو ضعيف ومنقطع وفيه نكارة شديدة. ولكن أهل الأهواء يتعلقون بخيط العنكبوت
لأنهم يريدون أن يبرروا أهواءه ويبرروا ما عليه الناس ولو كان هذا مخالفا للشرع. لا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.